بالمرأة الإماراتية أثبتت نفسها بكل المجالات، وأنا فخور بهالشيء، وأشكر خديجة الطنيجي بكونها يعني من عنصر النسائي وأثبتت أنها قد هالشيء في الرماية، ويعطيها العافية وما قصرت. الحقيقة يعني وجود المرأة الإماراتية في وزارة الداخلية بشكل عام والقيادة العامة اللي شوفها في رأس الخيمة قديم حقيقة، يعني صار لها سنين طويلة يعني، ونحن حقيقة يعني عاصرنا وجود متميزات يعني من السلك الشرط النسائي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المرأة من ذيك الفترة يعني من فترة قديمة كانت تثبت دائما يعني تميزها ومقدرتها على أنها تخدم مجتمعها حقيقة بتميز وباقتدار. خديجة حقيقة من بداياتها الأولى إنسانة متميزة، وكانت بالنسبة لنا في بداياتها الأولى اكتشاف حقيقة يعني اكتشاف، ولكن هذا الاكتشاف حقيقة يعني أثبت أنه يعني اكتشاف متميز، وحقيقة حققت لنا يعني إحنا في مجال الشرطة مواقع متميزة بالنسبة لمواقعنا مع زميلاتنا القيادات الأخرى في الإمارات ضمن إطار وزارة الداخلية، خلقت لنا سمعة جيدة، موقع متميز، جعلتنا حقيقة إحنا نتبوأ مواقع تميز كثيرة، كرمت حقيقة المرأة وبتكريمها تم تكريم القيادة من خلال هذه الإنسانة، وهي طموحة حقيقة، وقامت أعتقد في إطار عملها كرامية في مجال الرماية النسائية أيضا قامت أنا أعتبر ابتكارات جيدة حقيقة لتطوير العمل في مجالها. فهذه البنت حقيقة إحنا نشيد بشكل كبير جدا في كفاءتها ومهارتها واقتدارها ومقدرتها على أنها توجد السمعة العالية جدا لها كرامية وكشرطية في الإمارات حقيقة يعني.